هو الزمالك هيلاعب ريال مدريد؟ لا الزمالك مش هيلاعب ريال مدريد. الفكره دي اتطرحت في ايام التجهيز للسوبر الافريقي لما تم الاعلان ان هو في السعوديه عن طريق هيئه الترفيه بالتعاون مع الاتحاد الافريقي. ريال مدريد رد باعتذار اصلا ان هو مش هيقدر يلعب مباراه زياده عن جدوله الموسم الحالي، لان احنا في ظل ان انشيلوتي اصلا بيشتكي من جدول المباريات المزدحم وبيشتكي من كاس العالم للانديه 2025، فهنلعب ازاي؟ فالفكره مين اتناقشت. مين الزمالك ليه كان عايز يلعب ريال مدريد اصلا؟ لا مش الزمالك، هيئه الترفيه السعوديه اللي هي منظمه يعتبر او موسم الرياض اللي منظم للمباراه فكر في فكره ان الزمالك كلنا يلعبوا مع بعض وناقشت. لا هو بطل السوبر، بطل السوبر الافريقي سواء اهلي او زمالك بالظبط، وناقش الفكره مع الاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي راسل بالفعل ريال مدريد، لكن الريال اعتذر عن الفكره، وبالتالي الفكره لم تطرح من 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 قريب اصلا. يعني هو الموضوع انتهى في ايام التجهيز للسوبر الافريقي.